لا زور ولا ابن الزرزور، لا في بقة ولا ندى الحلف زور. أنا حزايتي غير، فيها نجوم تفرق بالسماء. تمقلتها مريم وقالت لهلال: اسمعني يا هلال، إذا تبي تتزوجني فأنا مهري غالي. قال لها هلال: شنو مهرج؟ قالت له: شفت هالنجوم اللي تضوي بالسماء؟ أبيك تجيب لي إياها وتنزلها لي الأرض، وإذا قدرت تجيب لي هالنجوم لباب بيتنا راح أوافق أتزوجك. وشلون بيبهم؟ فكر هلال بنفس هالسؤال وما لقى أحد يفيده إلا الساحر. راح لو قال له: أنا بجيب نجوم حق مريم، وأنت ساحر وهالنجوم مو صعب إنك توصل لها. أبوي متى بيرجع البيت؟ ما أدري، خل أكمل حزايتي. وقال للساحر: أنا أقدر أجيبك نجمة واحدة بس. وقال للساحر: أنا أقدر أجيب لك نجمة واحدة بس، أسوي لك سلم كل ما ركبته يطول أكثر، كل ما توصل لآخر الدرية تطلع لك درية جديدة لحد ما توصل للنجوم. هذه حزايتك مو حلوة. ليش؟ لأنها مو نفس حزاوي أمي. زين انطر، خل أكملها بالأول. ويصعد هلال درية درية وماد إيده للسماء، كل ما يوصل لآخر درية تطلع لدرية جديدة، ووصل للنجوم وياب النجمة اللي مريم تبيها، وتزوجوا وعاشوا بصحة وسلام. شوف صلاح، أنا بغسع يدي كلهم، ما أبي أخلصها. ما راح تخلصها، رحنا مع عمي صقر وعيال دوارك وبيدفع لنا كل شيء. صدق؟ خاف يقول دفع من عياديكم. عيل أم، خلينا نكلم أسمه. ليش نكلم؟ هذه بروحها ما تفهم. ها، رحتوا عيادته ويرانا؟ عمي صقر بيودع عيال الدوارب وقال تعالوا معنا، نروح ولا لا؟ شلون تروحون؟ لازم تقولون حق أبوي بالأول. أبوي بيطول عند أمي بالمستشفى وبيرجع ياخذنا، ونروح لها إحنا بعد. شنو، ما تبي تعايد أمي؟ أبوي يمكن يطول، بنروح معهم شوي ونرجع. لازم تبلغونه، ما يصير، أخاف يزعل. خلاص عيل، انتي تعالي معامي، نقعد هني وننطره، وعقب ما نروح لأمي أقول لي يودينا الدوار. ما أبي، بس أنا بروح مع عيال عمي صقر، أبي استانس معاهم. الحين أنا مسويت لكم قرص عقالي، ناكل منه شوية على ما يجي أبوي. إلا أقول لك، منصور وينه؟ منصور بالحوش، حتى هو بيروح معاهم، لأن عمي صقر بيخلينا نلعب ببلاش. منصور، منصور، سويت لك قرص عقالي. ترى ما تعرفين تسوينه مثل أمي. منصور، أنا أدري إن أمي تسوي أحلى، بس ذوقه يمكن حلو، عشان إذا حلو أنا بودي حق أمي. أمي مريضة، ما صرت أكل مثل أكلنا، بس أكل مستشفى. منصور، قم فتش الباب. مالي خلق. صلاح، قم أنت افتح الباب. كله صلاح، صلاح، صلاح. يلا يلا يا عيالي، يلا يلا، احنا ماشيين. بتروحون معانا ولا لا؟ اي يلا منصور تعال. عمي، بس ابوي مو هني، واحنا ما قلنا له. يا بنيتي، انا شفته في صلاة العيد يقول بيقعد مع امك، يعني راح يتاخر شوي. ليش عمي، امي ايش فيها؟ يا بنيتي يا حبيبتي، امك ما فيها الا العافيه ان شاء الله، بس هو راح ينطر الطبيب اللي يعرف له، يعني اكيد راح يتاخر شوي. احنا كلها ساعه زمان ورادين، وانا قلت له انكم بتروحون وياي. لا عمي، انا انطركم هني احسن. يا بنيتي تعالي معانا، طيبه ويانا، روحي استانسي معاها. اي اسمه، تعالي خلينا نستانس مع بعض، لا تقعدين بروحك بالبيت. Hadi gel, 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 gel
هاي يبا ما تبون تركبون؟ يبا اسمع تستحي. افا 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 هاي يبا ما تبين تركبين؟ لا عمي ما ابي. ليش يبا؟ تقول كبرنا فشله. لا فشله ولا شيء، يخلصون الصبيان وتركبون. لا عمي ما ابي استحي. بس تحب الفلوس يبا خلي يبا مبارك يدك مبارك يدك مبارك يدك مبارك يدك مبارك يبا يدك مبارك ها يبا رحتوا مع عمكم صقر يبا عيدك مبارك وناسيكم الحين بجيب لكم العياد بعدين بنروح عند امي يبا لا يبا الدكتور ما يرضى الحين ليش يبا تعبانه شوي يلا يبا يلا يلا قعدوا الحين اجيب العياد كم حصلت عيادي؟ وايد اصلا من العيد اللي طاف خاشم على قلبه مالك شغل هذه عياديكم يبالي شويه يا حبك للفلوس يلا هاك تفضل اشكري بابا راح اخشهم قاعد تسوي لي بوا اليوم سويت قرص عقيلي وأبيك تذوقه متوج صغيرة على داخلة المطبخ لا يبا مو صغيرة أصلا أنا كل مرة قاعد هني مع أمي وهي اللي علمتني شلون أسوي شنو علمتك بعد موج الحين أقول لك تفضل علمتني بعد شان أخلط الطيب تفضل يبا عيدك مبارك ما شاء الله يبا متى نزور أمي الله كريم يا بنتي الله كريم يعني ما احنا رايحين لها يبا قلت لك يا يبا بس تتشافى بنروح نزورها والحين بنروح نلعبكم يبا توهم لاعبين شبعوا لعب لا ما شبعنا قلت حق عمي صقر ما شبعنا وقال يلا امشوا بنروح وبتلعبون لما تشبعون يلا يبا روحوا حق عيال عمكم صقر خليه يروحون معنا الدوالف اسماء نعم يبا الروحه يبا هذه لك لي اي لان اخوانك قالوا لي انك ما لعبتي معاه ليش يا يبا استحيت يبا انا كبيره على هالسوالف كبرت خلاص كبرتي على الوناسه أنا لو تشيلني الديرفة معاكم شان ركبت تركب ديرفة يبا؟ إيش فيها يبا؟ لبس تانس مفشل قدام الأوادم تركب ديرفة؟ وأنا إيش علي منهم؟ يا بنتي إذا شيء يونسج وما في مضرة لأحد لا تخلينا بخاطرك يلا يبا يلا مشينا يلا يبا اسمع تعالي ركبي لا يبا ما ابي تعالي زين يبا ما ابي فشله ما عليك من احد ولا كنك تشوفيني تعالي استانس يبا تعالي تعالي زين Oh.
عقب ما مات الشاوي كبرت بنتها حصة وصارت ما تخاف من شيء. قالت حق أمها: أنا اللي برعى الغنم بدال أبوي، لا تخافين علي يمة، أنا بنت عن 10 صبيان، مو عيب البنت تصير شاوي. أسمع؟ لبي. من وين سامعها الحزاية؟ مو سامعتها. علي شلون عرفتيها؟ أنا فكرت فيها. حلوة؟ أصلاً هذه حزايتك كلها خرابيط. ترى أنت مو أمي، ما تعرفين تحازين مثلها. قوموا قوموا دشوا داخل، الحين يبرد الجو يلفحكم الهواء وتستمرضون علي. أنتوا ليش ما تسمعون الكلام؟ أنا أخذكم العودة. أنت أختنا الخبلة، مو صح منصور؟ إيه تأخذنا الخبلة ومسوي روحك كبيرة. منصور، أمي ليش طولت بالمستشفى؟ سمعت يقول حق أبوي إن أمي فيها كلى. شنو يعني الكلى؟ يعني إذا واحد فيه كلى يصير تعبان وايد. الله يلوم اللي يلومك يا منصور، خيرتهم بيعرفون، يسمعون منك ولا يسمعون من برا. شلون أقول لهم؟ كل ما نويت أشوف عيونهم وأهون. الحين هم يطالعون الله ويطالعونك. صحيح أنت مو مقصر، بس يا أخوي هم بحاجة لوقتك كله. يبا. هلا يبا. يبا اسمه، شلونك؟ الحمد لله طيبة. الحمد لله. شكور يبا. الله يرحمها، كانت لآخر لحظة توصيني عليهم. الله يرحمها. لازم تقول لهم يا أبو منصور، المرأة ماتت الله يرحمها، وعيالك مو صغار يفهمون. باكر إذا كبروا راح يزعلون منك لأنك أخفيت خبر وفاتها عنهم طول هالمدة. تقول لهم بالمستشفى. صغار يا أخوي صغار، ما هم حمل هالخبر. لا يغرك طولها، أسمى بزر توها، وأنا مالي قلب أقول له. زين، على طاري أسمى، مرتي اليوم شافتها ووصتني أقول لك شيء. خير؟ دير بالك على البنت يا أخوي، ترى الناس عينهم حارة. إيش صاير بعد؟ مرتي تقول إن الحريم ما لهم حج ولا شعر أسمى، إيش طولة إيش زينة، وهي خايفة عليها، وقالت لي أوصيك. أمها الله يرحمها كانت بصحتها وعافيتها، شو اللي عفسها؟ شو اللي مرضها غير العين والحسد؟ الله يرحمها. الله يرحمها. اليوم طبخت لهم الغداء، كان ودي أمي تذوقه. أحسها راح تستانس لو درت شلون صرت راهية بالطباخ. دام إنك وكلتي عيالها أكيد راح تستانس. يبا، أمي فيها كلى؟ أمك. إيش فيها أمي؟ أمك لو هني راح تقولك نفس الكلام اللي راح أقوله لك. شنو؟ يا بنتي ديري بالك على نفسك من العين. شعرك لو شافوه الحريم يمكن يحسدونك، وأمك ما تعبها إلا الحسد. تبيق الصيبة؟ لا 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 يبا، حالاتك بشارك، بس خشي عن الحريم لا يشوفونه. هذا نفس كلام أمي. يبا، متى أمي ترجع؟ أمك موصيتني أني أقولك تديرين بالك على أخوانك، لأن أنت الحين مكانها، لأن هي ما راح ترجع مرة ثانية. ما راح ترجع؟
انت يا اسماء، احنا اهل واليوم عيد، شلون ما تجينا؟ كلنا ناطرينك انا والعيال حتى اخوانك الصغيرين. يلا تعالي، حياك حياك. أكلمها؟ ليش ما أكلمها؟ إيش هالقطاعة هذه؟ الناس عيد، وإذا ما أكلمها بالعيد هي متى أكلمها؟ واحدة رضيتها قاصرة، أقلها على قده، نهل الله. إذا كان إخوانها اللي قاعدين برا ما يبونها عقب اللي سوته، أنت إيش حق مكلمتها ويايبتها؟ إخوانها كا أنت قلتيها بعظمة لسانك، وهي أختهم الكبيرة، يعني مهما صار ما لهم إلا بعض، وإحنا شكوا فيهم، أهم أخوان يصلحون حالهم بينهم. الحين أنا مو أختك يا غنيمة؟ لا سمح الله إذا صار بيني وبينك خلاف، ما تبين أحد يسعالنا بالخير ويصلح ما بيننا؟ وانت شايفة سواتها، سوات إخوان، لا تلومينهم عاد. وش سوت لمسيتشينا؟ ما غير تقول حاضر وتم. كل هذا إش سوت؟ ما أدري إش تبينها تسوي بعد. قرارها مو بيتها يا غنيمة، هاتي الشاي. حبيبتي ألزم ما علينا رياييننا، باكر إذا كبر الموضوع بيقطونها بروسنا. وقولي أختي ما قالت خير إن شاء الله. تعالي تعالي تعالي. عيلك يدري أنك كلمتيها؟ لا. مصدجك؟ تدري شلون؟ تحملي، أنا مالي شغل. اللي فيها الخير يسوي ربك. تعالي. نور المطعم هذا تجيه شنو قوي؟ عندهم بيجا؟ نار 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 عندهم هذا البطاطا، عرفتين اللي يصير شو هالعيد كله خسائر على الفاضي، كل عيد بنخسر. وسخت الزولية تونا شارينها، لا بارك الله فيك ولا في البيس. أي توك شاريها الزولية هذه؟ أنت شاريها قبل لا تحفر بيتك. بعدين حسين يا ابن الحلال عشان تبدلها تشتري غيرها. هذا رد بالله عليك. ما يخالف ما يخالف، ما صار إلا الخير يا جماعة. أي خير بالله عليك؟ شيء خير؟ يا كسرين شيء يا مخربين شيء. لا عاد حدك، كل شيء له سمي، هذا سميك اللي يخرب ويوسخ. تعال تعال بصلح، تعال بعد شبدي والله تعال. هذا السبع هذا ما تعرفه حبيب هذا. هاتي هاتي عنك أمه هاتي. لا لا خالتي خلاص استريح، أنا ندفع عنك. لا حبيبتي إكيا بتنظف، روحي قعدي يا مريلت. إكيا. نعم مدام. تعالي ماما نطفي هاي الزولية، نطفي عبد وفر بشي نطفي. بعد تبينا ننطرها على الغداء؟ أختي أم علي مسوية خوش غدا، غداها هالعيد مفاجأة.
ازيك يا اسماء؟ كل سنه وانت طيبه. اهلا اهلا يا استاذ ممدوح. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا استاذه اسماء؟ الحمد لله زيكم، عيدكم مبارك. عيدكم مبارك كل سنه وانتم طيبين. اسماء هنستناك النهارده على الغدا، هتيجي تتغدي معانا نحتفل بالعيد زي ما احتفلنا بالكريسماس اللي فات. لا لا انا اعتذر وبشده ما اقدر، انا رايحه اتغدى اليوم عند اهلي. لا 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 انسي لول، هتاكلي معانا، ده انا عامله الاكل اللي بتحبيه وانت بتحبي اكلي. ما اقدر والله ما اقدر، هاله مسويه مسقعه. مسقعه، شيلي لي نقصه حق الليل مسقعه. عيوني احبها. يلا معك. دقيقه واحده، انا كلها اضيع عشان كذي اخش في مكان وايد. طب ايش اساعدك؟ مشكوره حبيبتي، مشكوره. على مهلك على مهلك. كاو لقيته. ألو، هلا جان، أنت جيت؟ إي إنزين إنزين، يلا كاو الحين نازلة خلاص، أوكي مع السلامة. على مهلك يا حبيبي. يلا مع كنتكم بعافية. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. تنسيش المسقعة. لا طبعا أنا أقدر. يا أسماء أنت برضو لسه خايفة تنزلي بالأسانسير يا أسماء؟ لبكرة ولآخر الدنيا. لا إله إلا الله. يلا 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 صفر. يلا 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 يلا. يا صباح الفل والهنا والسعادة يا ست الكل. صباح الخير يا عم عبدو. كل عام وانتي بألف خير يا رب. كل عام وانت بخير وصحة وعافية إن شاء الله، تعودة كل سنة وانت بخير. وانتي طيب. تفضل، عيدك مبارك. وعيدك يا رب. هو ده كل سنة يا أستاذة ما بيتغيرش. أيوة دي عادة، ربنا ما يخضع لك عادة، والنعمة بركة. الحمد لله. سلام جون. سلام، شلونك؟ الحمد لله. دقيقة دقيقة، جاهز؟ إن شاء الله إن شاء الله. سلام عليكم. السلام. عيد مبارك. عيد مبارك مرة. هذا عيد، هذا عشان سيارة خراب. مشكور مرة. يعني خايفة تسوق عربية ومن شوية خايفة تركب الأسانسير، عسل الست دي. غريب موضوع أهلها ده، ده من يوم ما سكنت هنا لا جم زاروها ولا جابت سيرتهم. لا بس لو بتاخدي بالك نزلت لوحدها من غير اللي ساكنة معاها في الشقة، حبيبة قلبك دي. ها يا ممدوح، ما تجيبش سيرتها بقى، أنت عارف إن سيرتها بتقشعر جسمي كده وبتضايقني. ربنا يستر بقى والأكل يطلع حلو وسيرتها بتبوظ الدنيا. مشكورة إيديا يا أسماء. العفو العفو. جام كولو. جام كولو جام. درايش درايش، بطل كل الدرايش، أبي أكسجين أبي هواء. ليش في شيء مو مزبوط يا أسماء؟ أنت كل شيء عندك جان مضبوط، كل شيء مضبوط، سيارتك أنت كله مضبوط جان، بس أكو شيء بالكل مو مضبوط. أوكي إن شاء الله إن شاء الله. Thank you.
عيدك مبارك يبا. عيدي ما يصير عيد إذا ما جيتك وعيطت فيك. يبا الحمد لله كلنا بخير، أخواني بخير وعيالهم كلهم بخير بيسلمون عليك يبا. أنا يبا على العادة يتقرص لعقيلي اللي تحبه أنت وجسمت على حراس المقبرة كلهم. الله يوسع منازلك ويرحمك برحمتك يا رب. عيدك مبارك يا بني، إن شاء الله ما تأخرت عليك. على ما رحت المقبرة عند أبوي عايت فيه وقريت له الفاتحة. ترى يما على العادة قرص العقيلي سويته وجسمته على الحراس في المقبرتين. أخواني الحمد لله كلهم يسلمون عليك، كلنا بخير. الله يرحمك برحمته يما، الله يرحمك برحمته يما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اشكرك رشيد، انا اشتريك يا رب. لا يبا لا تشتري، عطني الفلوس وانا اتصرف، بس الحين ضبط الساعة. يلا صباح خير، تو نبلش العيد وكذي؟ الله يعيننا بعدين. شغال كل يوم داود. يلا انا بمشي. تمشي ورايحة؟ شنو وين رايحة؟ تبين انطرها لين تي وتصير صكة بينها وبين اخوانها؟ حبيبتي عيد مالي خلق انغث. غنيمة علامك. افا شغال بتعدين اختك بروحها؟ شو اسوي لك بعد؟ اختي ما حسبت حساب. الحين صار لنا فترة ما نكلمها ومقاطعينها. تدقين عليها تقولي لها تعالي ايش حقه؟ الله اكبر. الحين اللي يسحب فعل الخير تحاسبونه؟ الحين زين ما عندك سالفة. انا بمشي. تبين اوصلك؟ لا صلاح، دقيت على درايفل وكان ناطرني برا. خالتي ايش دعوة عاد قاعد يتغدى معانا. يبا اقول لك شيء. ايش اقول بعد؟ بيت بيتها ما يحتاج ألزم عليها. يا ديهات أشون الكلام ببلاش ولا رايلك كان ما نطق. إيه لا تمام خالتي إيش دعوة عاد خلنا نتغدى يميع. ما عليه حبيبي، الجايات إن شاء الله. يلا مع السلامة. مع السلامة. غنيمة والله بزاف غنيمة، على الأقل تغدي. فشلي يعني ما يصير. شفتي البخيل اللي عندك؟ وايد ارحم الاعصاب اللي عندي. واللي يسلمك اذا جيت قولي حق ولدك يقضبه، مالي خلق مشاكل وعوار راس. يلا حبيبتي عيدك مبارك. الله يبارك فيك ويصلحك. غنيمة عيدك مبارك. غنيمة عيدك مبارك. أسماء متى يجي؟ أنا أدق عليك، أنا أدق عليك. مشكور جون أكيد ما شافتني. تعال كمشك أدي تدكم. وين؟ بعدين بعدين. يلا قد تعال. عادي مستخسر بينك روح دينار. ما عندي خرد ايش اسوي بعد؟ كل زين ما اخذ منهم. ما اسمح لك. هاي فوق يا عادي. 500 فلس؟ لا لا لا، الطفل الرضيع عنده. هلا 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 يا حي الله من يانا. عليكم السلام. هلا الغالية. عيدك عيدك مبارك. كلها وجبك. لا 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 ما يحتاج لبسي. ما لازم. اي تفضلي. حياتي 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 تفضلي. عيدكم مبارك. عساكم العايدين والفايزين. Thank you.
شلونك؟ عيدك مبارك. ايش فيك؟ ليش صعدتي؟ مستحية منها، تكسر خاطري، مالي وجه اشوفها. تصدق عاد احس انا السبب طلعتها من هالبيت. ها ساره، ايش هالحكي؟ بعد هذا الصج، مو احنا اخذنا غرفتها حق عيالنا. اول شيء انت منتي غريبه، وتدرين ان موضوع سكنها هني لا انا ولا انت لنا علاقه فيه، فلا تصيرين حساسه. ثاني شيء، انا ما حطيت عيالي بالغرفه الا بعد ما هي طلعت. علي يا علي. الله يستر. علي وين؟ تعالي. دق عليها وقايل لها تعالي. حش هيبه، انا اخر مره كلمت عمتي لما ولدي طاح في المستشفى. وش دراها انه طايح بالمستشفى؟ انت ليش تدق عليها وتزعل ابوك؟ ترى رضا ابوك اهم رضاها. دقيت عمي، هي اللي دقت. شلون يعني دقت مني والطريق؟ ايش دراها باخبارنا؟ امي اللي قالت لها. شفت؟ مرتك. مرتك هي ساس البلا. اقضبها يا ابو علي، اقضبها. هذا الباب سدناه من زمان، ما نبي ينفتح مره ثانيه. يصير خير. والله 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 يا عائشه، والله ومعنى الله، وانا اسوي تذكرتك طريتي على بالي. عاد صدقين وانا افكر فيك كان تدقين علي، استانست بمكالمتك، اثلجتي صدري. يا حليلك يا اسماء، اثلج صدرك. اي والله مكالمتك اثلجت صدري. تذوقينه؟ ان شاء الله اكيد بذوق. ادري انك تحبينه، اول كله تطلبينه مني. صراحه احبه وايد وانت صادقه، وخصوصا اذا كان قرص العقيلي من ايدين اسماء. زين ذوقي عيل. ان شاء الله بس حكم الغداء. انت الحين ما تغديتها؟ هاو اسماء شلون تغدى؟ ناطرينك. صدق والله عائشه ناطريني انا. عيش حق انا داق عليك. بختي شكرا عايشة، حبيتش حبيبتي. كهي عواشة راحت البن. تصدقيني مسويتها علشان تسميتها عواشة، هذه من خلطاتي المفضلة. أدري فيك أنت تحبين خلطاتي، ما هو خلطة لي أنا. إيه تعرفين شلون عدس؟ أول شمي شمي أول. الله عاد صج ريحتها خنينه. عاد تدري شلون سويتها؟ اخذت 7 حبات هيل حطيتهم في ماي مغلي، وبعدين جبت قفشتين فانيليا وحطيت معها. احس الفانيليا تناسب شخصيتك. يعني انا شخصيتي فانيليا؟ لا يعني ما اقصد كذي، اقصد انت كذي ناعمه، حب حب حبيبه. اذا ما تعجبك كيفك مو لازم تدري فيني انا ما ازعل، خليها ذكرى. أدري أنك ما تسألين، كان زين أنا أصير مثلك. لا عواشة أنت أحسن مني، أحسن مني عواشة. هلا عمتي. هلا يما، هلا هلا فيك. سامحني علي، والله ضيع منك. سامحني والله، استحيت يا أبي، ما عايت في عيالك ولا عطيتهم عيادي ولا عطيتهم هديتهم، تشابكت الأفكار هنا وتخديت. لا ما علي ما علي، ما تقصرين. يمه أبوي يبيت شوي. إن شاء الله الحين أروح له، بس أنت روح قاعد أخوك، مو معقول الحين نايم وما يتقدم معانا. زين بس هو يبيت ضروري الحين. إن شاء الله يمه، أنت روح قاعد أخوك الحين وأنا أروح له بعد شوي. إن شاء الله. يلا أسمع امشي معاي. عايشة أنا من خلال استقبالهم لي حسيت إن قبولي لدعوتك قرار غير صائب.